اهلا وسهلا يا اصدقاء. اليوم في هذه الحلقه راح نتكلم عن 8 افضل اطعمه في العالم لتساعدك على التشافي باذن الله من امراض الجهاز الهضمي، من القولون العصبي، السيبو، واي مشاكل اخرى تخص الجهاز الهضمي. اذا انت ادخلت هذه الثمانيه اطعمه في نظامك الغذائي اليومي الصحي طبعا المتوازن، وان شاء الله راح نعمل حلقه اخرى عن ما هو افضل نظام غذائي شافي لمشاكل الجهاز الهضمي، فتابع معي الحلقه الى النهايه علشان تتعرف عن ما هي هذه الثمان افضل اطعمه. وفي نهايه فيديو تخليك متابع الى نهاية الحلقة، لان راح اتكلم لكم عن بونس بوينت، ما هو افضل مكمل غذائي من اجل تنظيف الجهاز الهضمي والقولون. اول طعام او غذاء ممتاز من اجل تشافي مشاكل الجهاز الهضمي هي الهندباء او الهندبة، او بالانجلش اسمها داندلاين جرينز. طبعا كلكم سمعتوا عن فوائد شاي الهندباء او داندلاين تي من اجل تعزيز صحة الكبد، يساعد الكبد على تخلص الجسم من السموم، اي انه يساعد الكبد على عملية الديتوكس، ولكن لم نتكلم في السابق عن اهمية اوراق الهندباء الخضراء. اوراق الهندباء الخضراء جدا ممتازة في تنظيف القولون من جميع السموم والفضلات، وايضا يساعد على التشافي من جميع الالتهابات الموجودة في الجهاز الهضمي. أوراق الهندباء الخضراء أيضا جدا ممتازة في تحفيز عصارات الجهاز الهضمي، وبالأخص عصارة المرارة، فهو يعزز من عملية الهضم ويطرد أي بقايا وفضلات غذائية ملتصقة داخل قولونك وداخل أمعائك، وأيضا لأنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية فهو ممتاز جدا في علاج الإمساك. عليك بتناول الهندباء الخضراء تقريبا مرة إلى مرتين في الأسبوع، جدا ممتازة في تشافي مشاكل الجهاز الهضمي. طبعا الهندباء الخضراء يجب ان لا تستهلكها نيه، انما يجب عليك ان تطبخها. اولا اغسل اوراق الهندباء الخضراء جيدا. العروق الموجوده فيها او الستم الموجود في الهندباء الخضراء جدا جدا مر، فعليك بازالته ثم غسله جيدا، ثم عليك بطبخ اوراق الهندباء الخضراء بالبخار او بالستيم، ومن ثم تأخذ أوراق الهندباء الخضراء وتشوحها جيدا مع الحامض أو الليمون، زيت الزيتون البكر العضوي، وقليلا من الثوم والملح والفلفل الأسود، وبالتالي راح تصبح وجبة جدا جدا لذيذة وفي نفس الوقت فعالة في طرد الفضلات والسموم الموجودة في الجهاز الهضمي. العنصر الغذائي الثاني الذي يساعد على تشافي مشاكل الجهاز الهضمي هو شوربة مرق العظم. تكلمنا كثيرا في السابق عن أهمية شوربة مرق العظم كغذاء خارق استخدمته الحضارات القديمة والقدماء في تشافي الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي، ولكن يجب عليك بإتقان عملية تحضير شوربة مرق العظم. مش أي شوربة مرق العظم تعتبر فعالة، يجب عليك باستخدام عظم وكوارع دجاج أو بقر أو غنم، وعليك بطبخها مع ملعقتين طعام من خل التفاح العضوي لمدة تقريباً 4 إلى 5 ساعات في طنجرة الضغط، أو 7 إلى 8 ساعات على القدر العادي. طبعا شوربة مرق العظم جدا جدا ممتازة لبناء الأمعاء من جديد من أجل تعزيز صلابة وسماكة أغشية جدار الأمعاء، وذلك نظرا لاحتوائها على الكولاجين الطبيعي، تحتوي على الجلوتامين، أحماض أمينية، وعلى الكوندرويتين. كل هذه المكملات الغذائية الأساسية الممتازة من أجل تقوية جدار الأمعاء وبناء الأمعاء تجدها طبيعيا في شوربة مرق العظم. عليك باستهلاك كوب إلى كوبين يوم على الأقل شهر إلى 3 شهور من أجل الوصول إلى تشافي مشاكل الجهاز الهضمي، سواء كنت تعاني من قولون عصبي أو سيبو أو قولون تقرحي أو كرونز أو أي مشاكل أخرى، شوربة مرق العظم هي الحل. العنصر الغذائي الثالث الخارق الفعال في تشافي مشاكل الجهاز الهضمي هي الكبدة، سواء كانت كبدة دجاج أو كبدة بقر تعتبر جدا ممتازة لأنها غنية بالعناصر الغذائية، فهي تحتوي على فيتامين B12 تقريبا 50 مرة أكثر من B12 الموجود في الستيك. أيضا تحتوي على كمية جدا عالية من السيلينيوم، فيتامين كي، فيتامين ألف، وأيضا الفوليت. فتخيلوا يا أصدقاء أن فيتامين كي يعتبر مصدر طبيعي لمكمل فيتامينات متعددة جدا ممتازة من أجل تقوية صلابة جدار الأمعاء، وأيضا من أجل علاج الالتهابات الموجودة في الأمعاء. أيضا تناول الكبدة جدا ممتاز من أجل تعزيز صحة الكبد عندنا وتعزيز عملية الديتوكس في الكبد، فعليك باستهلاك الكبدة مرة إلى مرتين أسبوعيا. العنصر الغذائي الرابع يا أصدقاء الذي يعتبر ممتاز في تشافي مشاكل القولون العصبي أو السيبو أو أي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي هي الدهون الصحية. طبعا مش أي دهون صحية، ركزوا على هذه الأربع دهون صحية، دخلوها في نظامكم الغذائي إذا أنت كنت تعاني من قولون عصبي أو سيبو أو أي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. الزيت الأول هو زيت حبة البركة السوداء،
جدا جدا ممتاز تناول ملعقة طعام منه تقريبا 3 مرات في الأسبوع لمدة شهر إلى شهرين. جدا ممتاز، يعالج الالتهابات الموجودة في الأمعاء، يعتبر مضاد أكسدة جدا عالي، أيضا يعزز في دعامة وصلابة جدار الأمعاء. أيضا فائدة أخرى إلى زيت حبة البركة السوداء أنه أيضا يحارب الخلايا السرطانية. الزيت الثاني الذي يعتبر جدا ممتاز في تشافي مشاكل الجهاز الهضمي وتكلمت أنا عنه سابقا هو زيت جوز الهند العضوي أو زبدة جوز الهند العضوية، لأنه يعتبر مضاد حيوي جدا فعال لقتل البكتيريا والكانديدا التي تعيش في قولونك أو أمعائك. نظرا لاحتواء زيت جوز الهند على الـ MCT oil والكابريليك أسيد الذين يعتبرون من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية على وجه الكرة الأرضية، فعليك باستهلاك ملعقة شاي من زبدة جوز الهند العضوية الصبح على الريج لمدة شهرين تقريبا عشان تكون كفيلة في شفاء المشاكل الموجودة عندك في الجهاز الهضمي أو أي التهابات أو تقرحات أخرى. الزيت الثالث المعروف هو زيت الزيتون البكر العضوي، يعتبر جدا ممتاز لأنه يحتوي على مادة الفايتو نيوتريانت التي تعتبر مضادة للأكسدة ومحاربة للالتهاب. أيضا زيت الزيتون البكر العضوي يعتبر حل جدا طبيعي للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن. عليك بتناول ملعقة طعام من زيت الزيتون البكر العضوي في الليل قبل النوم، وراح تشوف أن الصبح أول ما تصحى من النوم أن جهازك الهضمي راح يكون سهل وراح تمشي الفضلات وتخرج الفضلات من جهازك الهضمي. الزيت الرابع أو العنصر الغذائي الدهني الصحي الرابع الذي يجب عليك أن تدخله في نظامك الغذائي إذا أنت كنت تعاني من مشاكل الجهاز الهضمي هي الأسماك الدهنية الصحية. مثلا عندنا سمك السلمون، المكاريل، السردين، السبريم، كلهم عالين بالأوميغا 3 التي تعتبر ممتازة في علاج الالتهابات المزمنة وتعتبر أيضا ممتازة في بناء بطانة الأمعاء. يعتبر السمك من أهم البروتينات وأسهل البروتينات هضما على الناس اللي يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإذا أنت كنت تعاني من الجرثومة، قرحة في المعدة، كرونز أو قولون تقرحي عليك بتناول الأسماك 3 إلى 4 مرات أسبوعيا لأنها بتكون جدا ممتازة وسهلة على جهازك الهضمي إنه يهضمها مقارنة باللحوم أو الدجاج. العنصر الغذائي الخامس الذي يساعد على تشافي مشاكل الجهاز الهضمي بالذات الجرثومة والتهابات المعدة المزمنة هو العسل، ولكن مش أي عسل تجاري ينباع في السوبر ماركت، ركز على هذه العسلين، يا أنك تركز على عسل المانوكا العضوي أو الطبيعي الأصلي. عسل المانوكا تكلمت عنه سابقا يعتبر من أقوى المضادات الحيوية أيضا من أجل قتل البكتيريا الضارة والجرثومة والفطريات التي تعشعش في جهازك الهضمي. عسل المانوكا إذا خلطته مع زيت جوز الهند العضوي الصبح على الرجل لمدة شهرين يعتبر بروتوكول علاجي للناس اللي يعانون من جرثومة المعدة أو كانديدا أو سيبو أو أي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. ولكن عسل المانوكا ممكن انه يكون غالي في بعض الاحيان، صعب ان احنا نحصل على نوعيه جيده، فعليك بالخيار الثاني اللي هو عسل السدر الطبيعي المحلي الخام، ركز العسل الخام المحلي. عسل السدر يعتبر من افضل انواع العسل من اجل علاج مشاكل الجهاز الهضمي، فهو يعتبر مثل البلسم الشافي الذي يخفف من الالتهابات الموجوده في الجهاز الهضمي اذا كنت تعاني من تقرحات في الجهاز الهضمي. يعتبر غذاء شافي ومتكامل لجميع مشاكل الجهاز الهضمي، عليك باستخدام ملعقه طعام يوميا لمدة 2 أو 3 شهور أو حتى ممكن أنك تستهلكها طول العمر، ما في أي مشكلة من تناول العسل الخام الطبيعي الأصلي. النوع الغذائي السادس المهم من أجل تشافي مشاكل الجهاز الهضمي هي الشايات العلاجية العشبية. طبعا هناك الكثير من الشايات العلاجية العشبية الموجودة الخالية من الكافيين، ولكن ركز على هذه 3 أنواع من الشايات. الشاي الأول هو شاي المشملو روت أو جذور المشملو، تكلمت عن شاي جذور المشملو أنه يعتبر جدا ممتاز في بناء بطانة الأمعاء، فهو يعتبر ممتاز للأشخاص اللي يعانون من تقرحات كرونز، قولون تقرحي، قرحة في المعدة، جرثومة المعدة. عليك بتناول تقريبا 1 كوب يوميا لكورس مدة 1 إلى 2 شهر. شاي جذور المشمر يعتبر جدا ممتاز، ولكن في بعض الأشخاص لا يستحملون طعمه. هو طعمه مش سيء، إنما يحتاج وقت أنك تتعود عليه، فإذا أنت لم تستطيع أن تستحمل طعمه يعني لوحده خام، ممكن أنك تخلط شوي معه شوية نعناع مجفف أو شوية لافندر أو خزامي مجفف، راح يكون طعمه جدا ممتاز. فهذا هو الشاي الأول. الشاي الثاني هو شاي العرق السوس، أيضا تكلمت عنه، ممتاز في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وبالأخص الجرثومة والتهابات المعدة الحادة وآلام المعدة الحادة، يعتبر ممتاز في تهدئة هذه الآلام. الشاي الثالث هو شاي الزعتر أو شاي الأوريغانو، يا زعتر أو أوريغانو أو اثنيناتهم مع بعض يعتبرون جدا ممتازين. الأوريغانو يعتبر من أقوى المضادات الحيوية العشبية من أجل قتل البكتيريا الضارة والكانديدا، فعليك باستهلاك شاي الزعتر والأوريغانو 2 مرات في اليوم كل يوم طول الحياة، ما في أي مشكلة، طعمه جدا ممتاز ولذيذ وأيضا ممتاز في تطهير الجهاز الهضمي. العنصر الغذائي السابع الذي يعتبر ممتاز لتشافي
مشاكل الجهاز الهضمي هو جل الألوفيرا أو جل الصبار. تكلمت أنا كثيرا في السابق عن الصبار وأهميته في علاج المشاكل الموجودة في الجهاز الهضمي، وكيف أن الحضارات القديمة والقدماء بالذات قدماء المصريين استخدموا جل الصبار لعلاج الحروق الخارجية، الجروح الخارجية، وأيضا استهلكوه من أجل علاج الجروح الداخلية. ولكن تأكد أن جل الصبار يجب أن يكون مستخلص من صبار صالح للأكل، لأن هناك نوعين من نبتة الصبار أو نبتة الألوفيرا، نوع للزينة خاص ونوع صالح للأكل. فعندما تشتري الألوفيرا تأكد من الخضار أو السوبر ماركت أنه هو هذا النوع صالح للأكل، أو حتى يمكنك الآن زرعه، يحتاج 3 إلى 4 شهور علشان يطلع ويزرع عندك بالبيت. طبعا فايدة جل الألوفيرا أو جل الصبار أنه جدا ممتاز في علاج التقرحات الموجودة في الجهاز الهضمي، فهو جدا ممتاز، أنصح به للأشخاص اللي يعانون من قرحة المعدة والكرونز والقولون التقرحي، أو حتى إذا كنت تعاني فقط من التهابات بسيطة أو سيبو أو أي مشاكل في الجهاز الهضمي. إذا استخدمت ربع كوب من عصير الألوفيرا تقريبا 3 إلى 4 مرات في الأسبوع راح يكون جدا ممتاز لعلاج الالتهابات والقرحات الموجودة في جهازك الهضمي. العنصر الغذائي الثامن والأخير من أجل تشافي مشاكل الجهاز الهضمي هو العصير الأخضر. العصير الأخضر يعتبر جدا ممتاز، بالذات عصير الكرفس، يحتوي على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات الحية التي تحفز عصارة المعدة، تعزز عملية الهضم، تعتبر مضادات أكسدة، تحارب الالتهابات المزمنة الموجودة في الجهاز الهضمي. فعليك بكوب من العصير الأخضر يوميا لمدة شهر أو شهرين، وبعدين عندما تصل إلى مرحلة التشافي من مشاكل الجهاز الهضمي يمكنك تستخدم العصير الأخضر 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. عليك باستهلاك عصير الأخضر الصباح على الريج، هذه أفضل وقت ممكن أنك تحصل على الفائدة من العصير الأخضر، ودائما حاول أنك تحضره فريش أو تحضره في ليلة سابقة قبل أن تستهلكه في الصباح. طبعا من أجل أن تعزز من فائدة العصير الأخضر في تشافي مشاكل الجهاز الهضمي، ممكن أنك تضيف لها يا الكلوريلا أو السبايرولينا. الكلوريلا والسبايرولينا يعتبرون جدا ممتازين في قتل البكتيريا الضارة والفطريات الموجودة في الجهاز الهضمي، وأيضا تعالج الالتهابات الموجودة في الجهاز الهضمي. وشيء ثاني جدا ممتاز ممكن تحصل عليه عندما تستهلك الكلوريلا أو السبايرولينا، أنها تقضي على رائحة النفس الكريهة. فهذا يا أصدقاء أفضل 8 أطعمة في العالم لتساعدك على تشافي مشاكل الجهاز الهضمي من سيبو وقولون عصبي أو أي أمراض أخرى. الآن دعونا نتكلم عن النقطة الإضافية أو البونس بوينت اللي وعدتكم أن أتكلم عنها في نهاية الحلقة. ما هو أفضل منظف للقولون ويطرد السموم والفضلات المتراكمة في القولون؟ هذا المكمل الغذائي اسمه ترايفالا. الترايفالا يسمونه King of Medicine، أي ملك الأدوية الطبيعية. استخدمته الحضارات الهندية من قديم الأزمان، وهو يعتبر عنصر أساسي في طب الأيورفيدا الهندي. ما هو الترايفالا؟ الترايفالا هي عبارة عن 3 أنواع من التوت التي تنزرع في الهند. واحد منهم اسمه أملا بيري، والنوع الثاني والثالث لا أستطيع أن ألفظ لأن صراحة الاسم جدا صعب، بس 3 أنواع من التوت أو البيريز معروفة في الهند، يزرعونها ومن ثم يأخذونها ويجففونها، وعندما تجف هذه الأنواع من التوت يطحنونها ويحولونها إلى بودرة. هذه البودرة ممكن أنك تأخذ ملعقة شاي تخلطها مع كوب ماء وتشربها مرة كل أسبوعين أو 3 أسابيع، وإذا أنت كنت تعاني من إمساك مزمن ممكن تشربها مرة في الأسبوع، جديرة أن هي تنظف قولونك وأمعائك من جميع الفضلات والسموم المتراكمة، بالذات إذا أنت كنت شخص لا تذهب إلى الحمام يوميا أو تعاني من إمساك أو تعاني من أن أنت لما تذهب الحمام لا تحس أن أنت تنظف قولونك بالكامل. فعليك بتناول الترايفالا King of Medicine، ملك الأدوية الطبيعية التي استخدمته الحضارات الهندية القديمة، ويعتبر من أشهر العناصر العلاجية في طب الأيورفيدا الهندي. فيا أصدقاء وصلنا إلى نهاية الحلقة، أتمنى أن حلقة اليوم عجبتكم. إذا عجبتكم هذه الحلقة لا تنسون تعملون لايك وشير وكومنت، ضعوا لي بعض الأسئلة، فإذا وضعتوا لي أسئلة في أول ساعة أنا أكون موجودة على اليوتيوب وموجودة على تليفوني أو هاتفي وأقدر أجاوب على أسئلتكم. ودمتم بصحة وعافية، وأراكم إن شاء الله في حلقة قادمة، فترقبوني.